بسم الله. لو احنا عايزين ناخد سيكشن في شكل، هنشوف هنعمل الموضوع ده ازاي. خلينا نرسم اي شكل، كرييت، اقول له مثلا نرسم لي بوكس، اختار مثلا الجزء دوت. عايزين نرسم مكعب اهوت، تمام. خلينا نعدل فيه اي تعديل، هقول له موديفاي، اعمل لي فيلت، اقول له مثلا اعمل لي فيلت مع الخط دوت مع الخط دوت. طيب عايز المقدار قد ايه؟ مثلا 20، تمام. اهو عايز اعمل سيكشن، اجي هنا اقول له انا عايز سيكشن انالايز، بيقول لي اختار الواجهة، اقول له مثلا الواجهة ديت. طيب قد ايه؟ زي ما انت شايف بتقدر تاخد سيكشن في قلب الشكل، ممكن شكل معقد وفيه مثلا فتحات و تبدأ تظهر الشغل معاك.